اهلا ومرحبا بمشاهدي متابعي اليوم السابع، ومعكم مع شقيق المجني عليه الذي قتل غدرا باشعال النار في جريمة شنعاء بمدينة المنصورة. هنعرف برضو بعض التفاصيل عن الواقعة حصلت ازاي. اهلا بحضرتك. أهلا بك يا باشا. أنا اهلا أخو المرحوم رضا عواد خطاب، اسمي طارق عواد خطاب. يوم الجمعة يوم الحادث أخويا اتصل بيا الساعة حوالي 6 الصبح، قال لي المية والنور، الراجل اللي تحت قطع عني المية والنور وأنا عايز أخش الحمام ماليش عارف. فقلت له طب دلوقتي الساعة 6، هنروح نتكلم معاه ازاي دلوقتي؟ اصبر شوية لما النهار يطلع نيجي نحل المشكلة بتاعت ايه المية والنور دي. قال لي خلاص، قلت له ولا تتكلم ولا تفتح بقك معاه ولا تحط سيرك على لسانه. قال له حاضر. فطلع في شقته فوق، مش عارف ايه اللي حصل بعد منها، حوالي الساعة 8 الصبح لقيته بيقول لي ده خبطني بالحديدة تاني. قلت له ايه الحديدة؟ قال لي خبطني بالحديدة في دماغي وانا واقع على ايه على السلم. فنزلت المدام بتاعته وشافته وشالته قعدته على كرسي بيحطه في كل دور كرسي كده عشان بيقعد يرتاح يستريح عليه، عليه. لان هو مركب شرايح ومسامير وماشي على عكازين، يعني لو زقته كده لوحده هيقع، او لو ما اخذه لو داس على زلطه هتلاقيه ام واقع. فبعد منها فاجئت لقيت اختي بتتصل بيا الساعه 9:30 الصبح، قالت لي الحق اخوك في المستشفى. قلت لها في مستشفى ده لسه، انا لسه قافل معاه دلوقتي يا بنتي، وقلت له احنا شويه كده وهنجي لك لما النهار. قالت لي الراجل ولع فين؟ راجل. فجريت على المستشفى الدوله، بص لقيت اخويا ولع فحم فحم في اللون الجلابيه ده، فحم، والله اللون الجلابيه ده. ما يعني تشوف منظره كاني لما اخذه مش بني ادم، لما اخذه كلب، يعني لو كلب ما تولعش فيك كده. فجينا بعد منها لقيته بيقول لي ده قطع عنه الميه والنور، نزل اقول له قطع عنه الميه والنور ليه؟ كان الحمد لله ربنا ألهمه اللي هو يقول الحقيقه، والنيابه جت حققت معاه هو الكلام اللي النيابه حققت معاه هو اللي احنا بنقوله. يعني قبل ما يلفظ انفاسه الاخيره، قبل ما ينفذ انفاسه الاخيره خدوا خدوا وعده. وكيل النيابه راجل محترم وراجل عادل، ما اعرفش اسمه ايه بصراحه، فهو قال لي احنا ان شاء الله هنعرف نجيب حقه ازاي، ده ما يرضيش ايه مسلم الراجل الصراحه. خد اقواله وصوره صوت وصوره هو بيسجله معاه في الكلام وكلام من ده. فالمهم اخويا بقول له طب هو قطع الميه والنور ليه؟ قال لي ما اعرفش، تعالى شوف بقى قطع الميه والنور ليه؟ قلت له طب اما النهار يطلع هنبقى نجيلك. افاجئ الساعه 9:30 الصبح لقيت اختي بتقول لي ده الحق اخوك في المستشفى. المسجون دون ولا قطع عنه الميه والنور، واخد بالك؟ ونازل يقول له حرام عليك افتحنا الميه والنور عشان نزلنا الشطف، عايزين نعمل نصلي الجمعه بتاع، حرام عليك حرام عليك كده، ما رضيش مسلم لتقطع عننا الميه والنور. جسد اقول قال لحضرتك له، قال له ده بيتي وانا حر فيه، ايوه صح، ده انا بيتي وانا عشان حر فيه، تنشن وعشان انا بحاول اطفشك بالحدائق. طب انت عايز تطفش واحد بالحدائق تقوم تجيب هو لما اخذ كوم قش تجيب بنزين وتولع فيه وتسيبه تجري وتقفل البوابه وتغير القفل بتاع البوابه، يعني وكان اخويا ده الله يرحمه كان بياكله ويشربه يدفع له ميه نور، مركب له غاز في قلب الشقه على حسابه، وكان عايش على حسه، ما كانش بيدفع جنيه. ومراته هي تقول لي لو واخد بالك، مراته قاعده جنبي، لو كنت انا بكذب في الكلام ده كان اخويا يقول لي انا بدفع له الميه والنور ومدخل له الغاز وباكله وبشربه، لانه هو قاعد لوحده ملوش حد بياكله ولا يشربه، يعني دي في الاخر المكافاه اللي هو بيديها له يقوم مولع فيه، يرضى ربنا يعني؟ فاحنا نرضى من القضاء اللي لو يعني لو القضاء يسمح يولع فيه زي ما هو ولع فيه، يجرب النار يولعه فيه، لا يدروا اعداء، ده اللي بنطلبه من القضاء، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله وعايزين حد يساعدنا في الموضوع ده، ان شاء الله. يعني عايزين حد يساعدنا اللي هو يديله اعدام او يولعه فيه. ده الواحد لما بيتلسع بالبلاعه بس كده بيجي يولع البوتاجاز بلسعه بس صغيره بيلالي، مش حد يجي قطع جبكه البنزين جاي يولع فيه، هو مش بني ادم ولا هو كوم قش ولا ايه الحكايه بالظبط، ولا الدنيا فوضى؟ فلازم هو المفروض ياخد اعدام عشان يبقى عبره لغيره برضه، ان شاء الله غيره ما يعملش نفس العمله اللي هو عملها. عشان احنا كده نرتاح. فهو مقطع المايه والنور وبيقول له افتح، مش راضي يشغل المايه والنور، قال لي عشان تمشوا من هنا لان البيت ده بتاعه ما حدش لحقها فيه. قال له انا مش ماشي ومش هتنقل من على الكرسي، انا قاعد طول النهار على الكرسي مش هتنقل منه، شوف انت هتطلع ازاي. قام جايب بقى البنزين وقام مولع فيه. حضرتك الكرسي اللي كان قاعد فيه عجينه، الكرسي اذا كان الكرسي عجينه عجينه كده، حته عجينه الكرسي اللي هو كان قاعد عليه مش باين له اي اصلا، امال البني ادم بقى لما الكرسي البلاستيك عجينه في بعضه بقى كده، لحم هو يسط كده، البني ادم اللي هو ولع فيه ايه موقفه؟
تمام. ايه موقفه؟ كان لابس شورت ابيض، فالشورت الابيض طبعا كان كله بنزين، فسيح كل الاعضاء التناسليه بتاعته خلاص، بقت نازل على الارض، حتى كان عندنا قياس بلاستيك كده فوق، بقى مخرم 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 مخرم، وهدوم اللي بقى يجي عليها بقى مخرم مخرم. فهو كل اللي هو بيعمله ده بيقطع الميه والنور ليه؟ عشان نمشي، علشان نمشي، لان بيقول ده البيت ده بتاعه. طبعا البيت لا بتاعه ولا بتاع حاجه، البيت ده نصين، نص بتاع صحابه اللي احنا شايلين منهم النص، والنص التاني بتاع اخواتي اللي عايشين والميتين، اكتر من 20 25 نفر، مش بتاعه لوحده. وبعدين والله العظيم تيتا هو اللي خلاني اجي، انا بعد ما جوزت ابني الاول واخواتي كلهم عارفين، انا كنت اجرت شقه على دراسات وقعدت فيها سنتين ثلاثه، هو اللي قال لي هبقى اسعد بيه، مربي فيه عصافير وحمام وحاجات، فكان سايب السطح مليان قفصات ومليان دنيبه ومليان قش ومليان حاجات، جبنا صعايده ياما اكتر من شهر يشيلهم، وصرفت على سطح اكتر من 20,000 جنيه كان بايظ، وعشان اظبطه عشان اعرف اقعد فيه، اعمل مثلا قعدة حمام، واعمل سباكه، واعمل الكلام ده، واعمل اشغل كهرباء واشغل الحاجات دي. فهو اللي هو اللي شجعني، انا ما كنتش حاجه هنا ولا كنت بفكر في هنا خالص والله، انما يعني انا اخوات، انا ليه اخوات نصحوني قالوا لي ابعدي ابعدي، قلت لهم ما هو اللي عاوز نقعد يبقى خلاص، نصحوهم هم اللي بيجوا وراك دلوقتي. لا ونصحوني، نصحوني قالوا لي ما واخواتي كمان اذى انا ليه؟ انا الوقت بكلمكم كلكم وانتوا كنتوا بتكلموني، هل انا سواء انا حتى السبب اللي نزلت جوزي يشكل معاها؟ لو كنت انا حتى انا مش السبب والله، والله ما انا السبب، ولو كنت بالفرض السبب، هل ده يديه الحق اللي هو يولع فيه؟ يعني يعني سمعت من الناس اللي هم اتقطعوا عني وبعدوا عني، الاخين اللي عايشين التانيين غير اللي هو المحبوس ده، انا ليا دلوقتي 3 صبيان، المحبوس والاثنين تانيين اتمنعوا عني ليه؟ قال انا اللي سبب في تنزيل جوزي ليه؟ عشان كده موته وحبست اخويا. لا لو انا حتى نزلته ها كان ضربه بالقمط الحديد، ضربه بسكينه، ضربه بعصايه، ضربه باي حاجه، لا ما يحرقوش ما يفحموش، اقسم بالله كان وانا متصل باخ من اخواته من دول ساعه الحق قبل ما حصل الوجع بتاع صابه، تمام؟ قال لك انا ماليش فاضي، انا جاي العربيه بضاعه ودلوقتي فاضي تيجي وراه، ها في اللي في اللي في الاسلام وفي اللي في السجاره، انا جاي العربيه فاضي تيجي وراه، مستني لغايه لما الحادثه تحصل وبعد كده تيجي وراه، طب اجري وراه وكمل لغايه الاخر معاه، كمل اللي معاه. حضرتك دي تقرير اهو المستشفى مكتوب اهو عشان تعرف ان الاصابه يعني اهو ما هي الحاله التي كان عليها، دي تقرير المستشفى مكتوب مصاب بحروق من الدرجه الثالثه اولى وثانيه وثالثه بالوجه والرقبه والصدر والبطن والصدر والطرفان العلويان والطرفان السفليان والاعضاء التناسليه والمؤخره وحرق استنشائي وباللسان وبالانف وكان في جرح في الراس، كل دي وعايز تهوشه يعني كل التقرير كل دي بتهوشه، امال لو كنت عايز تموته كنت عملت هو هنا ولا بس ضعيف ما يعرفش يعمل الكلام دوت مع واحد سليم، ربنا هو يعني. عمل الحاجه ديت عشان لقى واحد قدامه ضعيف عاجز، فلازم نعمل معاه كده. هو احنا يا استاذ احنا ما بنطلبش غير الاعدام، لان هو ما اتعدمش احنا كده كده هنعدمه، احنا كده كده هنعدمه اصلا. اللي كنت عايز اعرف منك اللي اتحددت الجلسه ان شاء الله. باذن الله نتحدد لها جلسه باذن الله يوم 26/2 باذن الله، ده اول الجلسات ان شاء الله باذن الله. خلاص ويا ريت تكون فيها اعداد، هنتابع هنتابع معاكم ان شاء الله. عندنا امل في ربنا سبحانه وتعالى وفي قضاء مصر العادل باذن الله، اللي هو يجيب القصاص العادل لوالدي والاعدام. حرام عليك كده، انا ما رضيش مسلم اللي تقطع عننا الماء والنور. لسه اقول لحضرتك، قال له قال له ده بيتي وانا حر فيه. ايوه صح، ده انا بيتي وانا حر فيه، وعشان انا بحاول اطفشك بالحدائق. طب انت عايز تطفش واحد بالحدائق، تقوم تجيب لما اخذك قوم قش تجيب بنزين وتولع فيه وتسيبه تجري وتقفل البوابه وتغير القفل بتاع البوابه يعني وكان اخويا ده الله يرحمه كان بياكله ويشربه يدفع له ميه نور مركب له غاز في قلب الشقه على حسابه وكان عايش على حسه ما كانش بيدفع جنيه ومراته هي تقول لي لو واخد واخد بالك مراته قاعده جنبي لو كنت انا بكذب في الكلام ده كان كان اخويا يقول لي انا بدفع له الميه والنور ومدخل له الغاز وباكله وبشربه لانه قاعد لوحده ملوش حد بياكله ولا يشربه يعني دي في الاخر المكافاه اللي هو بيديها له يقوم مولع فيه يرضى ربنا يعني فاحنا نرضى من القضاء اللي لو يعني لو القضاء يسمح يولع فيه زي ما هو ولع فيه يجرب النار يولعه فيه لا يدروا اعدام ده اللي بنطلبه من القضاء ان شاء الله باذن الله ان شاء الله وعايزين حد يساعدنا في الموضوع ده ان شاء الله يعني عايزين حد يساعدنا اللي هو يديله اعدام او يولعه فيه ده الواحد لما بيتلسع بالبلاع بس كده بيجي يولع البوتاجاز بيلسع بس صغير بيلاني مش حد يجي قطع يركن البنزين جاي يولع فيه
هو مش بني ادم ولا هو كوم قش ولا ايه الحكايه بالظبط؟ ولا الدنيا فوضى؟ لا فلازم هو المفروض ياخد اعدام عشان يبقى عبره لغيره برضه. ان شاء الله. غيره ما يعملش نفس العمله اللي هو عملها. عشان احنا كده نرتاح. فهو مقطع المايه والنور وبيقول له افتح مش راضي يشغل المايه والنور. قال عشان تمشي من هنا لان البده بتاعه ما حدش لحقها فيه. قال انا مش ماشي ومش هتنقل من على الكرسي، قاعد طول النهار على الكرسي مش هتنقل منه، شوف انت هتطلع ازاي. قام جايب بقى البنزين وقام مولع فيه. حضرتك الكرسي كان قاعد فيه عجينه، الكرسي اذا كان الكرسي عجينه عجينه كده حته عجينه الكرسي اللي هو كان قاعد عليه مش باين له اي اصلا. امال البني ادم بقى لما لما الكرسي البلاستيك عجينه ببعضه كده بقى لحم هو يصد كده، البني ادم اللي هو مولع فيه ايه موقفه؟ تمام. ايه موقفه؟ كان لابس شورت ابيض، فالشورت الابيض طبعا كان كله بنزين، فسيح كل الاعضاء التناسليه بتاعته خلاص، بقت نازل على الارض، حتى كان عندنا قياس بلاستيك كده فوق بقى مخرم 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 مخرم، وهدوم اللي بقى يجي عليها بقى مخرم مخرم. فهو كل اللي هو بيعمله ده بيقطع الميه والنور ليه؟ عشان نمشي، علشان نمشي، لان بيقول ده البيت بتاعه. طبعا البيت لا بتاعه ولا بتاعها، البيت ده نصين، نص بتاع صحابه اللي احنا شايلين منهم النص، والنص التاني بتاع اخواتي اللي عايشين والميتين، اكتر من 20 25 نفر، مش بتاعه لوحده. وبعدين والله العظيم تتا هو اللي خلاني اجي، انا بعد ما جوزت ابني الاول واخواتي كلهم عارفين انا كنت اجرت شقه على دراسات وقعدت فيها سنتين ثلاث، هو اللي قال لي هبقى اسعد انسان يوم ما تيجي، انا عايش